أنا متزوج ولدي أطفال ولله الحمد، وأرغب بالتعدد، ولكني أخاف من العجز عن النفقة، وكذلك أخاف من تشتيت أبنائي بطلب زوجتي الطلاق، فهل أتوكل على الله وأقدم على الزواج؟ أما السبب الثاني وهو الخوف من الزوجة فهذا لا يمنعك من الزواج، بل توكل على الله وتزوج. أما السبب الأول وهو أنك ما تخشى أنك ما تقدر على النفقة، هذا لا يجوز لك تتزوج. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد، لا بد من العدل في النفقة والعدل في المسكن والعدل في الكسوة والعدل في المبيت. نعم.